أسهل وأطيب وأسرع أكلة وقت الجوع، أكلة لبنانية وبامتياز، واللي هي معكرونة باللبن. أنا اليوم سلقت المعكرونة اللي حابة أعمل فيها معكرونة باللبن، واللي هي بيني باستا. أخذتها من أرض الطبيعة، طبعا هي القمح الكامل، معكرونة القمح الكامل سمرة، أوكي؟ حطيتها بالماء عادي، سلقتها مع شوية ملح من غير زيت، وصفيتها وجهزتها بالبايركس. يلا خلينا هلأ نبلش بالطريقة ورح أجربها معاكم، وبتمنى أنكم تطبقوها. طبعا المكون الرئيسي من اسمها لبن، اللي هو الروب. رح استخدم علبتين اليوم، أوكي؟ حسب كمية المعكرونة اللي عندي بكفي علبتين. تقريبا كمية المعكرونة 250 جرام، يعني نص كيس. هاي العلبة الأولى، العلبة الثانية. وهلأ رح نخفف الروب بلبن شتورة أو شتورة، انتو شو بتقولوا له، شتورة ولا شتورة؟ رح أحط نصها بدل المي، يعني أطيب. بس نحركهم. وهلأ بدي أدق أو أهرس سن التوم، رح أحط شوية ملح. هلا بندقه، لازم يكون كتير ناعم التوم. تمام هيك، هاي هنهرست، انهرست كتير منيح. اوكي هلا حنضيف التوم فوق اللبن. اوكي، وهلا بمعلقه ثانيه رح احط نعنع. النعنع اسخوا فيه، حطوا معلقه. اوكي طار انا عم بحكي، مو مشكله، حطوا معلقه. في ناس بتعرفوا شو بضيفوا عليها، مايونيز، بس لا مو طيبة، ما بعرف كيف تطلع. خندوق بدها ملح. هلا بطلع بقولوا لي ضبي شعرك انتو عم تطبخي. اوكي حفظنا درس. خلص المرة الجاي، بس مش وعد يعني. هلا ندير اللبن فوق المعكرونة. بسم الله. تمام، وهلا بنوزع اللبن. شوفوا لي على هالمنظر، والله بتشهي. هي الصنوبر صار جاهز، نوزعه. واخر شيء على الوجه رح نحط نعنع للتزيين يعني. وخلصت اكلتنا، هيها معكرونه باللبن، شكلها بشهي ولا لا؟ احكوا الحقيقه. وهلا نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط شويه صنوبر. طيب كتير.